إذا مشاهدينا عدنا مع فقرة دير الخير اللي من خلالها حضر السيد عبد الغني رفقة زوجته وبنته رحمة الطفلة الصغيرة اللي تعاني من ورم على مستوى الظهر وجاو لبرنامجنا باش يجريوا عملية جراحية إن شاء الله لعل وعسى إن شاء الله تبرى رحمة وتكون كما هي كما سائر الأطفال. مرحبا بكم معنا في البرنامج، تفضل. أنا الطفلة هذه زادت هكذا، حبيت ندير لها عملية باسكو أمية تاعي رحمة وش عندها؟ عندها ورم، عندها في ظهرها. أمية تاعي أنا نحب باش تمشي، وطلبوا لي في تونس 140 مليون، 7500 أورو. 140 مليون؟ إيه 140 مليون. هما بالأورو في الله. نعم. وحنا الأمية تاعي تمشي بنتي. شحال في عمرها؟ عام وثلاثة أشهر. ملي زادت أنا نجري بها هنا في الجزائر. والله غالب هنايا قالوا لي 95% العمليه ما تنجحش. نقدروا نشوفوا اذا امكن ورم اللي في ظهرها؟ يعني زادت به مدام؟ زادت بها ورجليها ما تزغطهمش مليح، رجليها هما البروبليم، شدد لها الاعصاب هذا مسكينه. ربما حيكون المشهد شويه اخلي هكذاك فقط بلا ما عنده تصويرات. ربي يجيب الشفاء. نعم تعطيني نشوف الصوره. عندك صوره ديالها؟ فاتوره ربما تاع العمليه الجراحيه. ربي يشافيها ان شاء الله. يعني تحمليها بطريقه يعني ما توجعيهاش كي ترفديها هكذا؟ توجع ونبدلها انا البوسمون تاعها، لازم كل يوم نبدلها لها. بصح كي راهي تكبر يزيد، راهي تسيل لها الحبه هذه وتكبر تكبر معاها وتوجعها. ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. سونيا من فضلك هذه الفاتوره كل شيء راهو موضح، يعني تحتاجوا 140 مليون سنتيم ان شاء الله. هذه عمليه واحده، لازم ثاني عندها عمليه هذيك مازال حتى تكبر شويه ان شاء الله. راسها مازال حتى تكبر شويه، بصح تاع ظهرها يدوها تاع ظهرها على ظهرها باسكو ما رقدتش كاع على ظهرها ملي زادت مسكينه، ترقد غير على جنابها حتى تولي تبكي جنبها يوجعها. وهنا يعني ما كانش امل باش يجريوا لها هذه العمليه الجراحيه هنا في الجزائر؟ كاين ماشي كاين، بصح على رجليها. رحت لتيزي وزو وقال لي 95% ما تمشيش. يعني احنا ناشدوا وزير الصحه وناشدوا وزير التضامن ربما يتكفلوا بها اذا ان شاء الله ما قدروش كذلك اذا اجراء عمليه جراحيه هذه في الخارج ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا ماذا بيا نديرها في بلادي؟ صح المفروض يكون تحدي، يعني ما كانش شيء مستحيل في الطب. الان يعني انا نتاسف لما نشوف بانه الامل اصبح في تونس، كان الامل في الجزائر الان اصبح في تونس. يعني يمكن يكون تحدي من طرف الاطباء، يعني اي طبيب ربما يشاهدنا والله يقدر يتصل باش ياخذ الملف الطبي تاع هذه الطفله. وعندنا مستشفيات كبيره في الجزائر، يعني مستشفيات كبيره حقيقه في بعض الاختصاصات. يعني انا نتعجب لما اشوف اللي اموال الجزائريين تذهب الى الخارج والى الدول المجاوره، مالناش نحكيو على اوروبا، وممكن العلاج ما يكون موجود في الجزائر. يعني يكفي فقط اننا نحاول نجمع بين المحتاج، وليس هناك اصعب، يعني انا نقولها لك بقناعه، ليس هناك اصعب من اب وام يكون عندهم طفل مريض، يعني وهما يعاني والله يكافحوا باش يشوفوا، يعني هذا اهتمامهم الوحيد، يعني ممكن يكونوا نسوا حتى انفسهم ويبقاوا غير مع هذه الحاله المرضيه. اولا انا اقول لك، واسمك انت؟ عبد الغني. بولي سي عبد الغني، ان شاء الله انت لست وحدك، وهذه البنت اللي مريضه هذه راهي بنتنا كلنا. انا الان والله في قلبي اني نحس واش راك تحس، يعني انا مريت بمرحله كيما هذه، كان عندي ابن مريض ومعوق وحصلت كيف نعالجه وربي وفقني وعالجته والحمد لله. فابشر خيرا، ديروا نداء لاهل الخير، ارحموا رحمه. هذا البنت اسمها رحمة، رحمة. يعني أنا أدعو إلى رحمة رحمة. أيما إنسان عنده زكاة أو صدقات أو حب يخرج صدقة على باباه ويماه، يعني ها هي رحمة موجودة 140 مليون، أي والو 140 مليون، والو على إنسان يريد الجنة ويريد الآخرة ولا يخرج صدقة على نفسه وأولاده. كل إنسان فينا عنده بنات راح يحس واش معناتها رحمة راهي مريضة وقالت لك هذه الحبة توجعها وتألمها، وثم أنهم وجدوا حلا، وجدوا حلا. احنا ماذا بينا كما قال الأستاذ العلاج يكون في بلدنا، ولكن وجدوا حلا خارج البلد، قالوا لهم يا 7000 أورو ولا 7500. أنا أدعو المحسنين والمحسنات وأصحاب الزكوات والخير، أيما إنسان يقدر يساعد يتفضل.
هذا أجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رحمة في حاجة إلينا كلنا إن شاء الله يا ربي. سيدتي مش حبيتي تضيفي ربما؟ خاصة معاناة أم نشوفه ماشي سهل. تيرمون يا راي مريضة هكا ما نخرج حتى بلاص وهنظل نعس فيها على جالها باش ما يعطبهاش باش غير هي الهم تاعي الوحيد هذا ما كان. ما تقدرش ترقد على ظهرها ولا حاجة. ما تحبو ما ترقد ما تزغد. شو أنا حب نقول للمشاهدين ديروا الكاميرا راح ما شوف ولو راي مريضة وحبة وشوفي حلوة وتلعب عندها صبر عجيب. أني نشوف فيها كأنه إنسان كبير صبور. تبان عندها صبر. معي ويجونا أطفال هنا ما هو مريض ما ولو ملي يقعد ويبكي ويندب أنا حاصلوا كيف سكتوه. شوف رحمة كيفها. كأنها صابرة لله وراضية بقضاء الله ولا لا لا الأم الكريمة. أنا أخوها كان لبس به يبكي هذه ما تبكيش. سبحان هذا اللي لاحظت أنا. ربي طه صبر من سبحان عندي. الله. ربي طه صبر. ما تنظر ما ترقد على جنب ما تبكيش. صبورة سبحان الله. ربي يشافيها ان شاء الله يا ان شاء الله ان شاء الله. هذه رحمه راهي درس لقاعد الناس اللي يتقطع تفارو يبات يبكي. صار له حاجه شوف هاي ايش عارف في عمرها؟ عام وثلاث شهور عطتكم درس في الصبر. صح. قاع الموت اللي في دارها صابره محتسبه وراضيه ما كلفتش يماها هذاك ظل تبكي و شوفوا والله ملاك يعني ان شاء الله ربي ييسر لها من عباده من يخدمها. ان شاء الله. نعم. شيخنا في رمضان الكريم يعني كامل الامهات عندهم مشاكل مع اولادهم كيكونوا الوقت ضيق وهي شغل ما كانش في الدار ما كانش خليك تكوني مرتاحه. سبحان الله عندها صبر عجيب. انا مازال ان شاء الله برك ربي يشافيها ان شاء الله. سيدي نفضل انه انت توجه نداءك والطالب ديالك لكل المشاهدين ما يشوفوا فينا. انا بربي سبحانه هو الاول ونطلب من الناس الخير يعاونوني وهذه بنتي وبنتهم كاع وربي يجازيهم وناس وقفوا معايا وكاين زوج وقفوا معايا وجروا معايا وبارك الله فيهم وان شاء الله ربي يعطيهم في ميزان الحسنات ان شاء الله. وش المهنه تاعك؟ ان شاء الله ما عنديش أنا بدون مهنة ربي يفرج ان شاء الله يا ربي واكيد ان شاء الله برنامجنا اذا دخلتوا له ان شاء الله اكيد راح يكون فيها خير ان شاء الله ان شاء الله. الامهات اللي راهم يسمعوا فينا اني حابكم تحسوا في قلوبكم الداخل بهذه الام لانكم لما تحسوا في قلبكم الداخل بهذه الام وكيف راهي تحس في قلبها بنتها راح تعاونوها. لو كان ما تحسوش ما تعاونوهاش لازم تحسوا. كل ام تشوف ولادها قدامها لاباس بهم تقول هذا طفله كان ممكن تكون بنتي تماك تعاونوها باذن الله. صح. تحبوا تضيفوا كلمه اخيره سيدتي او انت سي عبد الله؟ ربي يشفيها امين. من حال امياتي امياتي هي تمشي تشوف بنتي تمشي ما نحوس حتى على حاجه. ان شاء الله بارك الله فيك. بالعكس احنا هذا اقل شيء ربما نقدروا نعاونكم ونستضيفكم توجهوا نداءكم وان شاء الله النداء يلحق يلقى اذان ساغيه ان شاء الله. شكرا جزيلا. استاذ حبيت اضافه قبل ما نروحوا للفقره الاخيره؟ يعني تحسوا دائما كيشوفوا حالات مثل هذه وتحسوا اكثر لما ما يكونش الحل في الجزائر. يعني حبذا لو يوم وصلوا يعني حبذا لو يلحقنا ربي يعني احنا كجيل اننا نشوفوا العلاج يكون في الجزائر وليس في بلدان اخرى ان شاء الله. إذا وزير الصحة يسمعنا مدى بنا تتدخل إن شاء الله ويكتب لك أجر وسمعة طيبة إن شاء الله. إن شاء الله. إذا مشاهدينا